وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نجاح محمد علي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. نرحب بك في البداية أستاذ نجاح. أهلا بك يا مرحبا بك. يعني ما الخريطة المتوقعة للائتلافات في الانتخابات المقبلة في مقابل ائتلاف العبادي من حيث القوة والضعف ومدى التأثير في الشارع؟ الحقيقة هناك الآن تقريبا حتى هذه اللحظة الآن، يعني قبل قليل أعلن عن تسجيل 54 تحالف يخوضون هذه الانتخابات المقبلة، مع فرض أن هذه الانتخابات ستجري، لأن هناك كلام أيضا يدور في الأروقة السياسية أن هذه الانتخابات ربما تؤجل، بل هناك محاولات تبدو قوية جدا من بعض الأطراف المحلية والإقليمية وحتى الدولية لتأجيل هذه الانتخابات، خصوصا في المناطق، بدليل أن المناطق التي تم تحريرها من قبل داعش فيها الكثير من النازحين، هؤلاء لا يمكن لهم أن يؤدوا وظيفتهم الانتخابية بشكل صحيح، وهناك ذرائع أخرى. لكن على فرض أن هذه الانتخابات جرت وأن السيد العبادي قد يكون هو المنافس الأقوى في هذه الانتخابات، من منطلق أنه قام واستطاع أن يحرر المدن العراقية من داعش، أقول على فرض أنها جرت، لن يحصل أي تغيير وهذه يسجلها عليه، لن، وأعتقد المراسلة الصحفية عندكم أشارت إلى ذلك في التقرير الأخير الذي سمعته، وهو إشارة ذكية جدا، لن يحصل أي تغيير على الإطلاق في المستقبل القريب فيما يتعلق بمكافحة الفساد ومكافحة المحافظة، لأن كل هذه التحالفات الآن التي جرت وهي تجري باسم تحالفات عابرة للطائفية، هي في الحقيقة تحالفات تقوم على أساس تدوير، وأكرر هذه الكلمة، تدوير نفس الوجوه ونفس القيادات السياسية وبنفس الأجندة التي جاءت بها، نفس هذه الوجوه التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه الآن هي التي يتم انتخابها ربما في المستقبل، أو هي التي تخوض هذه، يعني هي التي تحتكر العملية السياسية، أقول لك بكل وضوح. نعم الأستاذ نجاح محمد علي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك.